السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. جولة جديدة هاد المرة جي نشارك معكم عروض من محل فلو. هاد المتجر هذا متنوع، فيه حويجات ديال الكبار ديال الصغار، سنيدلات، سبيبطات، سبرديلات، رجال ونساء، اطفال، ذكور واناث. بمناسبة الدخول المدرسي حتى هاد التشكيلة كبيرة ديال لي كارطابل، تشكيلة متنوعة، كذلك أثمنة متفاوتة، الجودة متفاوتة كما تتعرفوا. كل حاجة وثمنها كما تشوفوا، هاد لي ساكادو 89 درهم، ولكن الصراحة الجودة ديالهم زوينة عن تجربة. هنا كذلك الناس اللي تيعشقوا هذا الشكل ديال لي كارطابل، غير هما صراحه دايرين واحد الثمن كما تشوفوا 549. اما هاد لي بورتمونجي او هاد لي ساك ديال الماكله ديال الوليدات، هكا اللي تيحطوا فيهم لي لانش بوكس، تا هما دايرين اثمنه متفاوته. هنا مجموعه كارطابل مع محفظة ديال اللانش بوكس او ديال علبة الطعام. اما بالنسبة لي ساك لي صندال ديال بلاستيك، دايرين فيهم واحد التخفيض اللي هو طفيف 169 درهم. هاد لي ساك اللي صراحة كانوا دايرين ضجة فهاد الصيف وباقيين، نقصوا منهم تهم واحد شوية فقط. سكان ديال متجر فلو صراحة زوينين شكلا ومضمونا كما تيقولوا، والثمن كما تتشوفوا 319 درهم. صراحة زوين في هذا البيج. اما بالنسبة لهذا السكن هادو فهما يمكن ديرهم الحمام، يمكن ديرهم اللاصال، زوينين وتيبانوا جودة عالية. وثمن غادي نشاركوا معكم كالعادة 299 درهم. غادي تلقاو شي حويجات اللي هما ناقصين فيهم في الثمن، وغادي تلقاو فيهم شي حويجات اللي باقي الثمن ديالهم مرتفع، على حسب المنتوج، على حسب الجودة، على حسب بزاف ديال الاعتبارات. بالنسبة لهاد لي كروكس ديال الوليدات زوينين، رطيبين وخفاف، كاين فهاد بالنسبة للوليدات هاد البلو، كاين فهاد الزيتي. نرجعوا كذلك اللي كارطابل اللي هما كما قلت لكم احجام متفاوته والاثمنه وحتى الشكيلات. تنقربكم من الشكل وكذلك حتى من الثمن تاخذوا فكره فقط. اللي غادي يسولني على فلو فهو تيتواجد في جل المدن المغربيه. هاد فلو هذا من متجر من تيتواجد في مينارا مول، وكاين في مازار مول، وكاين غادي تلقاوه كذلك في مدينة الطلبيضة، غادي تلقاوه في مدينة أكادير، غادي تلقاوه في مدينة الرباط، جديدة، كاع البلايص اللي غادي يكونوا فيهم المتاجر الكبرى راه تيكون تا هو فلو حداهم. كما قلت لكم هذا المتجر متنوع، فيه لي صندال، سبرديلات، صبيبطات، تلقاو فيه ديال الصيف وديال الشتاء، لي كارطابل، السيكان. كما قلت لكم غتلقاو ديال الرجال، ديال الوليدات الصغار، ديال النساء، ديال البنيتات الصغار، يعني متنوع. غتلقاو باقي هنايا كذلك حاطين لي صندال بالنسبه للدخول المدرسي، حاطين سبرديلات. هاد لي صندال بحال قلت حويجات الصيف تلقاو فيهم ناقصين شويه الثمن. اما بالنسبه للحويجات ديال الشتوى فهما تتلقاو اثمنه كما تيقولوا فيكس، يعني ما تيكونش فيهم تخفيض. داكشي علاش ما غاديش نقول لكم تخفيضات، لان ما كايناش في بزاف الحويجات، وماشي شي تخفيض اللي نقولوا واو تخفيضات في المحل. فقط شاركت معكم العروض اللي كاينه باقي دابا، والحويجات اللي دايرين ناقصين فيهم شويه الثمن. كما تشوفوا هنا حقائب اليد شويه دايره هنا الثمن، ولكن راه زوينين صراحه، الجوده ديالهم زوينه. تنتمنى اللي جرب شي حاجه من هذا المحل يخلي لنا
في التعاليق اشنو استفد من هذا المحل، واش في مدينتكم كاين شي تخفيض. هنا مدينة مراكش، هذا الفيديو مصور في مدينة مراكش وبالضبط متجر فلو اللي كاين في مينارا مول. هنا كذلك هاد لي صندال تا هما كما تتشوفوا الأثمنة ماشي مخفضة بزاف، وكاين شي شكيلات اللي ناقصين فيهم وشي شكيلات الثمن ديالهم طالع. انا درت لكم جولة متنوعة من كل فن طرف، كل حاجة هزيت لكم منها شوية. اللي غادي يعرف هاد المتجر راهو تيكون متجر كبير بزاف، ما غادي يكفيك فيه حتى 30 دقيقة باش كل حاجة تعطيها حقها. وكما تتشوفوا تاخدوا واحد زائد واحد نص الثمن. هذه هي الهمزة ديال فلو في هذا الصيف وفي هذه نهاية العطلة وفي بداية الموسم الدراسي. هذا العرض راه باقي قائم، واحد والثاني كتاخدوه بنص الثمن. السكن صراحة هبلوني عندهم، هادو هما اللي عجبوني عجبوني السكن بالضبط. ولي كاختابل شي وحدين ماشي كلشي، سبيبتات او سنيدلات كلاس تا هما عندهم زوينين في اللوينات اللي بغيتو، في الكحل في الكاميل في البيج في النيود في البيض. هاد الشكل ديال السكن عملي بزاف، لان تيكون هكا ما هو صغير ما هو كبير، تيجمع لك كاع المستلزمات اللي تكوني خاصة كي لو بغيتي تخرجي من جميع بزاف الا كانوا عندك الوليدات الصغار. هنا كذلك هاد لي صندال تا هما عمليين ومريحين في المشية، من 299 تيبقاو 199 درهم. تنتمنى الى وصلتوا حتى لهنا وعجبكم الفيديو ما تنساوش خصكم بواحد لايك، كذلك شجعونا. واخا راه نحطو فيديو ما تلقاش اقبال ما تلقاش مشاهدات، ولكن املنا في الله وفيكم، في البارتاج في التعليق زوين في اللايكات ديالكم، هما اللي تيخليو ان الفيديو يتلاقى انه يتشاف انه يتقترح ويشوفوا اكبر عدد ممكن. نتمنى فقط الى شفتوه خليو لنا واحد لايك واحد لايك فضلا منكم وليس امرا دائما. ولا كنتو من الناس الجداد مرحبا بكم، الى كنتو اول مره كتشوفوا هذه القناه كذلك مرحبا بكم. ولا الله يخطيكم فعلوا الجرس واشتركوا باش دائما اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما تصلوا بالجديد. وما ننساكمش دائما، الله يخطيكم والله يحفظكم الناس الجداد اللي انضموا مؤخرا.